عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلى على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. حبايبي ان شاء الله باذن الله هنخش المطبخ نعمل ايه يا حبايب قلبي؟ هنعمل بودنج المانجا ما شاء الله حبايب قلبي، حاجة كده تحفة ورائعة وفاخر من الاخر. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويسر حالي وحالكم بكل الحركات بكل التكات بكل التفاصيل بتاعتها. ان شاء الله هنعملوها مع بعض وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. متنسونيش حبايب قلبي تحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس، واللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصلوا مني كل جديد، وتصلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا على المطبخ نشوف احنا هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم حبايبي، صباحكم زي العسل ان شاء الله، صباحكم فل. بص حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله النهارده جايين هنعمل مع بعض ايه؟ هنعمل مع بعض بودنج المانجا. حبايب قلبي بيبقى في حته تانية بجد بالامانه، حاجه كده روعه. تمام، بنجيب المانجا حبايب قلبي، طبعا غسلتها زي ما انتم شايفين كده، غسلتها ونشفتها وبعد كده بنقشرها كده. تمام، عشان ايه؟ عشان هنعملها حبايب قلبي عصير مع بعض. بنشيل طبعا الحته دي علشان خاطر ايه؟ ونقشر كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده روعه روعه بجد بالامانه. حبايب قلبي ما ننساش اخواتنا في غزه وفلسطين، ادعي لهم عن ظهر غيب، ربنا يفك كربهم ويشفي ويشفي مرضاهم ومرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، يرحم امواتهم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين، ويجعل نصرهم قريب ان شاء الله، لان نصر الله قريب، يطعمهم من جوع ويؤمن منهم من خوف ان شاء الله باذن الله، ويصلح حالنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين، يدينا ويرضينا كلنا ان شاء الله، ويدي كل واحد منا ما يتمنى. بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي المانجا بدات تحلو ما شاء الله، انا مش اول مره اجيبها طبعا، احنا جبتها قبل كده، خليكم معايا. بس حبايب قلبي طبعا احنا قشرنا بقى المانجا، وهنمسكها بقى نفرطها كده حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين لحد ما ننضفها خالص، وبعد كده ان شاء الله بالهاند بلندر هنضربها وهنكمل بقيه مكوناتنا مع بعض ونشوف احنا هنعمل فيها ايه. تمام حبايب قلبي، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم، يا رب ان شاء الله تجربوا طريقتي وتعجبكم، بتبقى في حته تانية خالص حبايب قلبي، والطبق بيتباع منها غالي جدا بره. ماشي تمام كده، خلينا بقى مع بعض، خليكم معايا حبايب قلبي، اما اخلص هوريكم احنا هنكمل بقيه مكوناتنا ازاي، خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده احنا قمنا بقى ايه عشان نضرب المانجا في بالهاند بلندر كده، ما عندكيش هاند بلندر في الخلاط حبايب قلبي مش هنقف على حاجه. طبعا عملت حبه حبايب قلبي متقطعين شرايح كده زي ما انتم شايفين عشان خاطر ايه؟ بصوا زي ما انتم شايفين كده عشان خاطر تزويق الوش ان شاء الله بعد ما نخلص ايه البودنج بتاعنا. تمام كده، كده حبايب قلبي انا حطيت هنا ايه، حطيت المانجا، حطيت عليها ميه، وحطيت عليها 4 معالق سكر كبار. السكر بقى دي حريه شخصيه، عايزه تحلي عن كده حلي، عايزه تقللي عن كده قللي، دي حريه شخصيه. تمام كده، هضربها بس حبايب قلبي واوريها لكم، خليكم معايا. بص حبايب قلبي كده احنا ضربنا بقى المانجا زي ما انتم شايفين كده، شايفين عامله ازاي. وعملت ايه حبايب قلبي؟ جبت نص كوبايه ميه زي ما انتم شايفين كده، حطيت فيها 3 معالق هرميه نشا ودوبناهم حبايب قلبي، في حاجه في النشا ماشي، ودوبناهم كده حبايب قلبي، وهنفضيهم هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، فضيناهم على ايه؟ على المانجا حبايب قلبي، عصير المانجا، وهنضربهم بالهاند بلندر لحد ما ندخلهم مع بعض وارجع معاكم تاني. بص حبايب قلبي كده بعد ما ضربناهم مع بعض رفعنا بقى على النار، طبعا مش معليه النار قوي حبايب قلبي، انا مهديه النار بس مش 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 واطيه خالص. تمام، هفضل معاها حبايب قلبي كده عشان طبعا حط لها نشا، فالنشا هيخليها تتقل معانا، فبدل ما تتقل حبايب قلبي وتكلكع في حتة تكلكع مننا، لا احنا نفضل معاها لحد ما توصل للقوام اللي احنا عايزينه بايدينا كده بالمعلقه. بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي بيبقى طعمها في حته تانية بجد بالامانه، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. يا رب حبايب قلبي ان شاء الله تجربوها تطلع معاكم احسن ما انا ما عملت، ربنا يصلح حالي وحالكم ان شاء الله باذن الله، تجربوها حبايبي وتطلع معاكم احسن ما انا ما عملت، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، خليكم معايا. بص حبايب قلبي ده القوام اللي احنا عايزينه بتاع الايه، البودنج بتاع المانجا. تمام كده حبايب قلبي، كده ان شاء الله اعبيها بس في الطبق واوريها لكم، خليكم معايا. بص حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر ما شاء الله. شفتوا حبايب قلبي حبه العصير اللي احنا عملناها؟ ما عملولنا كام طبق ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين يا رب. حبايب قلبي الطريقه بتاعتي تعجبكم والفيديو نال اعجاب ان شاء الله. حبايب قلبي تبرد بس شويه وبعد كده هندخلها الثلاجه، وان شاء الله قبل ما ادخلها الثلاجه هنزوقها ان شاء الله، بس يكون برد خالص حبايبي،
هنزوقها مع بعض ان شاء الله، وبعد كده نشوف احنا هنكمل الوصفه بتاعتنا عامله ازاي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. تنسونيش في دعوه حلوه، ما تنسوش تحطوا لي اللايك. خليكم معايا يا حبايب قلبي، لما نرجع نشتغل فيها تاني هتبقوا معايا. حبايبي رجعت معاكم بعد ما زوقنا بقى بقطع المانجا، البودنج المانجا بتاعنا حبايب قلبي، شايفين شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي، حاجه كده تحفه بجد، ما شاء الله ما شاء الله، كده بارد خالص حبايب قلبي. ان شاء الله هندخله التلاجة بقى وكده يبقى الدنيا تمام. تطلعي بقى حبايب قلبي تشرفي قدام اي حد يجيلك، قدام ضيوفك، ما شاء الله ما شاء الله، حاجه كده فاخر بجد من الاخر. الطبق بيتباع غالي جدا جدا في المحلات حبايب قلبي. طب على ايه؟ احنا عملنا كميه حلوه ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. يا رب حبايب قلبي الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم حطوا لي اللايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.